الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد نقل النووي رحمه الله في رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجدة أو أصحاب الجد يعني الغنى محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء والحديث في الصحيحين متفق عليه هذا الحديث الشريف يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن امر غيبي حصل له ولا يعلم متى كان ذلك وهل كان ذلك يقظة أو مناما فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في اليقظة وفي المنام وهذا الخبر لا يعلم متى كان فأخبر صلى الله عليه وسلم عن قيامه على باب الجنة وعلى باب النار وباب الجنة أي مكان الدخول الذي يدخل إليه الذي يدخل منه إليها والجنة لها ثمانية أبواب ورأى صلى الله عليه وسلم أن عامة من دخلها المساكين أي غالب من دخلها المساكين والمقصود بالمسكنة هنا ليس فقط قلة ليس فقط قلة ذات اليد بل حال أهل المسكنة من قلة ذات اليد وسلامة القلب والتواضع للخلق وفي حديث آخر في رواية أخرى عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم فرأي فإذا فرأيت أكثر أهلها الفقراء وهذا في معنى هذا الحديث من أن من يدخل الجنة هم أهل التواضع وأهل التخفف من أسباب العلو والاستكبار على الخلق، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأصحاب الجد يعني الحظ والغنى محبوسون أي موقوفون وهؤلاء ليسوا في النار إنما موقوفون على الحساب وذلك أن أصحاب الغنى من أهل الجنة يتأخر دخولهم كما جاء ذلك في الترمذي أن الأغنياء يدخلون الجنه ان الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء بخمسمائه عام اي بنصف يوم من ايام الاخره وهذا ليس عقوبه لهم بل حساب لهم على ما كان من اموالهم من اين اكتسبوها وفيما انفقوها وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبس اهل الجد الغنى هو ما أخبر به أن الإنسان لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وأما أصحاب الغنى من أهل النار فقد قال صلى الله عليه وسلم غير أن أصحاب النار يعني من أهل الغنى ومن غيرهم قد أمر بهم إلى النار أي يصار بهم إلى النار ولا يحاسبون لأنه لا يقام لهم حساب موازنة بين الحسنات والسيئات إذا كانوا من أهل الكفر وأما إذا كانوا من غير أهل الكفر فهم يحاسبون فإن كانوا قد رجحت سيئاتهم على حسناتهم صاروا إلى النار ثم أخبر صلى الله عليه وسلم قال وقمت على باب النار والنار لها سبعة أبواب أجارنا الله تعالى وإياكم منها فإذا عامة من دخلها النساء عامة من دخلها أي غالب من دخلها النساء وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه للنساء في حديث أبي سعيد حيث قال إني رأيت كنا أكثر أهل النار فقلنا بما ذاك يا رسول الله قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير وهذا يدل على أن النار التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ليست نار الخلود إنما نار العذاب على المعاصي والسيئات لأنه يعني ذكر معصيتين اللعن وكفران العشير وكون عامة من دخلها النساء لا يعني ان عامة من في الجنة الرجال بل قد جاء في ما رواه مسلم في صحيحه ان لكل رجل من اهل الجنة زوجتان قيل من اهل الدنيا ومعنى هذا انه انهن سيكن ايضا اكثر اهل الجنة وعلى كل حال هذا خبر من لا ينطق عن الهوى والنار المذكورة هنا هي نار العصاة وكذلك نار أهل الخلود أجارنا الله تعالى وإياكم منها والمقصود من هذا الحديث هو بيان فضل التواضع وفضل المسكنة وعدم العلو على الخلق فإن ذلك من موجبات دخول الجنة وليس في هذا مدحا للغنى على الفقر للفقر على الغنى فقد استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان حال الفقر افضل من حال الغنى وهذا ليس بسديد لانه خبر عما سيكون في الاخره لا لاجل الغنى والفقر بل لاجل ما قد يصاحب الغنى وما قد يصاحب الفقر من معان توجب العقوبه نسال الله ان يرزقنا واياكم التواضع وحسن الخلق وأن يعيذنا وإياكم من العلو والكبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد